ما الحكم في رجل أحضر لي عملا عن طريق مكتب عقاري، وبعد الاتفاق بيني وبين صاحب العمل طلب مني هذا الرجل مبلغ من المال مقابل أنه عرفني على صاحب العمل، ما حكم هذا المبلغ؟ إذا كان شرط عليك إن إن أنه يجيب لك يدور لك عمل تعطيه، هذا شرط، المسلمون على شروطهم، يجب عليك أن تعطيه ما شرطه عليك. أما إذا كان ما فيه شرط فليس له عليك حق إلا من باب الكرم والتكرم عليه وتطيب نفسه. نعم.